طيب لسه مكملين مع حضراتكم في فقرات صباح الخير يا مصر، وهذه الفقرة هي الفقرة الأخيرة وفقرة هامة جدا الحقيقة. تابعنا زيارة هامة للرئيس الجزائري لمصر، تم التوافق فيها على عدد من الموضوعات المهمة، سواء التعاون المشترك أو القضايا الإقليمية زي الأزمة الليبية والإرهاب وغيرها. خلينا نقرأ مع حضراتكم هذه الرسائل. رسائل أول زيارة للرئيس الجزائري لمصر مع الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. أهلا بيك. يعني في البداية قبل ما نتحدث عن هذه الزيارة وأهميتها وقراءتك لأهم رسائلها، يعني طبعا احنا فقدت الصحافة المصرية قيمة كبيرة، الكاتب الصحفي ياسر رزق. يعني لو حضرتك توجه كلمة للكاتب الصحفي أيضا ولتلاميذه ومحبيه. يعني طبعا نترحم على الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، يعني الذي نعتبر أن الصحافة المصرية فقدت أحد رموزها المهمين، كان له بصمات واضحة في الأخبار والأخبار اليوم، كان له بصمات واضحة وقوية في نقابة الصحفيين، ثم كان ياسر رزق شاهدا على أهم فترة في تاريخ مصر الحديث، وهي فترة يناير وثورة 30 يونيو، وأصدر كتابه الشهير المهم الذي وثق لهذه الفترة سنوات الخمسين من يناير الغضب إلى يونيو الخلاص، وكان حقيقة بمثابة تأريخ وتوثيق لهذه الفترة المهمة التي مرت بها مصر ونجت منها بسلام بفضل الدولة المصرية والجيش المصري، وكان ياسر رزق أحد الداعمين للدولة المصرية حقيقة. لذلك نترحم عليه والعزاء لأسرته والصحافة المصرية كلها ولمؤسسته أخبار اليوم والأخبار. كل تأكيد.